إنك سألته عبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا غير مذكور في كتبنا إلا في بعض روايات شاذة، بأنه في بعض روايات شاذة، وإن أسانيدها أيضا ليست بمتقنة جدا. مذكور إن كان شخصا اسمه عبد الله ابن سبا، وإنه قال بألوهية أمير المؤمنين عليه السلام، قال أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تبارك وتعالى، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استتابه، قال تب تب من هذا ويرجع من هذا القول، أنا عبد الله وليس ولست الله تبارك وتعالى، ولكن لم يتب عن ذلك، فحرقه أمير المؤمنين عليه السلام، قتله بالدخان، فقتله بالدخان بنار بسبب دخانه، قتله ومات. هذا مذكور في كتبنا فقط، هذا ليس أكثر من ذلك.